دكتور إربا، صحيفة حرية التركية قالت إن المحادثات التي تجري ما بين موسكو وكييف في تركيا وتلعب بها أنقرة دور الوسيط يمكن أن تفتح الباب اليوم هذه المحادثات إلى صفحة جديدة في العلاقات ما بين نظام الأسد وتركيا. ما احتمالية تطبيق هذا الطرح أو ما واقعية تطبيق هذا الطرح؟ يعني في الحقيقة هناك تقارب الآن في المنطقة بشكل عام، تقارب تركي إماراتي، تقارب تركي حتى السعودي والبحرين وإسرائيل، طبعا كما تعرفون رأينا زيارات حقيقة في رفيع المستوى، وأيضا تقارب تركي المصري. يعني تركيا الآن هي أيضا تعيد النظر في ترتيب أوراقها، في ترتيب علاقاتها مع المنطقة، لكن هذا أحيانا قد ينعكس على أنها تتنازل، لكن في الحقيقة لا، تركيا تفكر مصلحة الأمة، مصلحة العالم، مصلحة الإقليم، وتكون هناك في الحقيقة مصالح مشتركة، وفي المدى البعيد يعني تربح كل منطقة. لذلك الآن يعني تم هناك هذه اللقاءات وهذه التقاربات مع عدة دول، ولم تبقى إلا الدولة طبعا سورية، لكن في الحقيقة سوريا لها موقف خاص عند تركيا. كما قلنا يعني 911 كيلومتر لا حدود، هناك مشاكل أمنية، هناك كيانات كردية، هناك حزب البيكاكا أدى إلى 50,000 شهيد تركي، هذا وأيضا أموال طائلة سنوات. يعني سوريا مختلفة عن بحرين أو سعودية أو إمارات أو مصر غير ذلك، لذلك هذا الملف خاص تركيا، ستكون فيها لا حساسيات جدا مع هذا الملف، لذلك لن تكون هناك يعني أيضا 4-5 ملايين اللاجئ الضيف على أرض تركيا كما قلت. يعني كل هذه يعني تكلف تضع على تركيا مسؤوليات حساسة في متابعة هذا الملف. لذلك نعم قد يكون هناك تقاربات على مستوى الأمني، لكن هل هذا سيكون يعني هناك الرضا بالأسد حول استمراريته على الدولة؟ في الحقيقة تركيا أردوغان الحسن معرفه هو لن يقبل بذلك، لكن هذه التقاربات قد تؤدي إلى تطورات جديدة، وإذا كما قال ضيفك تركيا تريد أن تستفيد من الضعف الروسي في المنطقة حاليا، وأعتقد سيكون هناك طبعا متابعات وبعض اللقاءات جديدة في سلطة تطورات جديدة سنرى هناك تطورات أعتقد يعني.